إنجيل القداس 18 توت من مزامير أبينا داود النبي. أرفعك يا إلهي وملكي وأبارك اسمك إلى أبد الأبد، في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى ظهر الظاهرين. هللويا. من إنجيل معلمنا يوحنا البشير. فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش إلى الأبد. ولكني قلت لكم: إنكم رأيتموني ولم تؤمنوا، كل من أعطانيه أبي فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أطرحه خارجا، لأني قد نزلت من السماء ليس لكي أعمل إرادتي بل إرادة من أرسلني، وهذه هي إرادة من أرسلني، أن كل من أعطاني لا أهلك أحدا منه بل أقيمه في اليوم الأخير، لأن هذه هي إرادة أبي، أن كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. فكان اليهود يتذمرون عليه لأنه قال: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء. وكانوا يقولون: أليس هذا هو يسوع بن يوسف، هذا الذي نحن عارفون بأبيه وأمه، فكيف يقول الآن إني نزلت من السماء؟ أجاب يسوع وقال لهم: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يستطيع أحد أن يأتي إلي إن لم يجذبه إلي الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. فإنه مكتوب في الأنبياء: ويكون الجميع متعلمين من الله، فكل من سمع من أبي وتعلم فهو آت إلي. ليس أن أحدا رأى الآب إلا الكائن من الله، وهذا هو الذي قد رأى الآب، والمجد لله دائماً.